أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص المراجعة، والتي سنخصصها لمكوني التاريخ ومع الوحدة السابعة بعنوان المغرب الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية، وذلك في إطار الاستعداد للامتحان الوطني الموحد بحول الله، وهي موجهة إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا مسلكي الآداب والعلوم الإنسانية. نبدأ حصتنا هذه بالخطاطة المؤطرة لمضمون الوحدة الدراسية السابعة، عنوانها كما أشرنا المغرب نقطتان الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية. سنقسم مضمونها إلى محورين كما تلاحظون. المحور الأول عنوانه آليات الاستغلال الاستعماري المغرب في عهد الحماية ومظاهره، وسندرس هذه الآليات والمظاهر في فقرتين. بعدها سننتقل إلى المحور الثاني، حيث سنتناول آثار أو انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المغرب في عهد الحماية، حيث سنركز على الآثار الاجتماعية وكذا الآثار الاقتصادية. كتقديم إشكالي أعزائي، بمجرد فرض الحماية على المغرب شرعت سلطات الاستعمار في وضع الآليات والوسائل المختلفة لتسهيل عمليات استغلال خيراته الطبيعية وتسخير موارده البشرية. لذلك نتساءل، ما هي آليات سياسة الاستغلال الاستعماري للمغرب في هذه الحماية، وما هي مظاهرها، وما الآثار التي نجمت عنها؟ بالنسبة أعزائي للمحور الأول، آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب ومظاهره، فآليات الاستغلال الاستعماري فهي عديدة، منها الآلية العسكرية أي الاحتلال العسكري للمغرب بين 1912 و1934، أو ما يسمى بسياسة التهدئة كما رأينا ذلك في الدرس السابق. ثم هناك الآلية الإدارية من خلال التنظيم الإداري، حيث قسم المغرب إلى 3 مناطق نفوذ، وتم تجريد المخزن المغربي من أي سلطة فعلية. كذلك إدارة الحماية كونت رصيدا عقاريا من خلال السلع على أجود الأراضي، وشجعت المعمرين على الاستقرار بالمغرب، وقدمت لهم مختلف التسهيلات والتحفيزات كالأراضي والقروض وغيرها. كذلك أعزائي، المؤسسات المصرفية الفرنسية على الخصوص فتحت فروعا لها في المغرب، تخصصت في عملية الإيداع والإقراض، وراكمت من خلال ذلك أرباحا طائلة. بالمقابل فرضت ضرائب مجحفة وثقيلة على المغاربة، حيث وصلت قيمتها ما تم 1954 إلى ما يربو عن 271 مليون فرنك. كذلك أعزائي، تم تزويد البلاد ببنية تحتية متنوعة كالطرق، السكك الحديدية، المطارات، السدود وغيرها، من أجل تيسير عملية الاستغلال وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير. من مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب في هذه الحماية، فهذه طبعا هذه المظاهر، مظاهر الاستغلال نلمسها في أو طالت ميادين مختلفة. فالميدان الفلاحي، تم الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية بالسهول أي بالمناطق الخصبة بموجب ظاهرة التحفيظ العقاري الذي صدر في غش 1913، وحولت هذه الأراضي إلى استغلاليات عصرية تسويقية في إطار أراضي الاستعمار الرسمي والخاص. في ميدان الصيد البحري استنزفت الثروات البحرية والسمكية بواسطة أساطيل الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار. في الميدان الصناعي قامت الأوساط الاستعمارية بتوظيف استثمارات هامة خصوصا في الصناعات الاستخراجية كاستخراج الفوسفات، الحديد، الفحم، وأيضا الصناعات التحويلية، والتي كانت تدر أرباحا ضخمة. في الميدان التجاري والخدمي، طبعا الأجانب سيطروا على الأنشطة التجارية والخدمية من خلال شبكة بين المؤسسات التجارية، على سبيل المثال أروقة لافايت ومونوبري، وتم تصدير المواد الخام إلى الميتروبول أي إلى الدولة الاستعمارية، وإعادتها إلى المغرب في شكل بضائع مصنعة، والاستفادة طبعا من القيمة المضافة. نمر بعد ذلك إلى
استخلاص آثار الاستغلال الاستعماري على المغرب في هذه الحماية. طبعا هناك آثار اجتماعية وآثار اقتصادية. فالاستغلال الاستعماري كان له أثر عميق على مختلف الشرائح الاجتماعية، أي على مختلف الفئات والطبقات. فالفلاحون تضرروا بسبب إثقال كاهلهم بالضرائب، جردوا من أراضيهم وسلبوا منها، وهذا دفع بعضهم إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية أو الاشتغال كعمال مياومين بضيعات المعمرين مقابل أجور زهيدة. أيضا الحرفيون أفلس الكثير منهم بسبب غزو البضائع الأجنبية الرخيصة للأسواق المغربية وتهميش الحرف والصنائع. كذلك أعزائي، تشكلت طبقة عمالية أو طبقة عاملة نتيجة للهجرة الريفية، أي هجرة الفلاحين الفقراء نحو المدن وإفلاس الحرفيين، وعانوا من شظف العيش والحرمان من الحقوق النقابية والعمل مقابل أجور هزيلة. كذلك التجار لم يسلموا من الآثار السلبية لهذه السياسة، حيث كسدت أنشطتهم التجارية بفعل منافسة المؤسسات التجارية الكبرى الأجنبية، وتأثروا بالأزمات الاقتصادية الدولية. كما يمكن لنا أن نشير إلى آثار اجتماعية أخرى كتلاشي العلاقات القبلية وبروز قيم الفردانية، انتشار أحياء القصدير أو الأحياء الصفيح كالفطر بهوامش المدن، وتدهور أحياء المدن العتيقة. ننتقل بعدها إلى الآثار الاقتصادية. كما تلاحظون أعزائي، فهي كثيرة ومتعددة، منها تشجيع الفلاحة التسويقية وتهميش الفلاحة المعيشية، استنزاف الثروات السمكية والبحرية. أيضا يمكن أن نضيف تدهور الحرف التقليدية بسبب منافسة البضائع الأجنبية، وكذا كساد الأنشطة التجارية بالمدن. أيضا الميزان التجاري سجل عجزا كبيرا ومزمنا طيلة فترة الحماية، وبالتالي تم ربط الاقتصاد المغربي بالمتروبول، أي بالدولة الاستعمارية والرأسمالية العالمية، وهذا خلق تبعية الاقتصاد المغربي للرأسمالية الاستعمارية، وكذلك خلق ازدواجية في البنية الاقتصادية للمغرب من خلال وجود اقتصاد تقليدي واقتصاد عصري. كخاتمة أعزائي، أدت سياسة الاستغلال الاستعماري إلى إحداث آثار وانعكاسات عميقة في النسيج الاجتماعي والبنية الاقتصادية للمغرب زمن الحماية، لكنها ستشكل دافعا للمغاربة للنضال من أجل نيل استقلالهم. لذلك نطرح السؤال الآتي: ما هي أشكال ومراحل نضال المغاربة من أجل نيل الاستقلال؟ ختاما أعزائي المتعلمين، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم، وألقاكم في حصة قادمة بحول الله ومع درس جديد. فإلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.